على الهاتف الاستاذه منى ابو شنب صاحبه مبادره تعدد الزوجات. استاذه منى اهلا بيكي. استاذه منى. ايوه مع حضرتك، اهلا وسهلا. استاذه منى، يعني حضرتك اطلقتي منذ فتره المبادره عن تعدد الزوجات، ايه الدوافع اللي ورا حضرتك لهذا الامر، خاصه ان في بعض السيدات يعني كانوا ضدك وكانوا ضد هذا التوجه اللي حضرتك طرحتيه؟ انا بس عايز اعلق على الجمله انت حضرتك قلتها في المقدمه، بتقول ان احنا ما بنتكلمش من الناحيه الدينيه. ليه ما نتكلمش من الناحيه الدينيه؟ عيب مثلا؟ لا، هو الناحيه الدينيه المقصود انها محسومه بنص ديني. ولا احنا كمسلمين المفروض ان احنا ما نبقاش عارفين في ديننا فما ينفعش ان احنا نتكلم فيه؟ لا، المقصود يا استاذه منى ان النص الديني لا خلاف فيه، ولا وانا لست من اهل الفقه حتى اتحدث فيه، لست من اهل الدين. حضرتك مش بالضروره الانسان لما يبقى مسلم يبقى من اهل الفقه، المهم ان الانسان يبقى عارف دينه، مش ضروري ابدا. نبقى عارفين يا فندم، احنا مش الدين ده بيتكلم عنه، احنا غير مختلفين في هذه النقطه، لكن عندما اتحدث الى العامه يجب ان اتحدث في تخصصي فقط ولا يعني ادخل في تخصصات اخرى. فانا حتى الناحيه الدينيه انا لست متخصص فيها حتى اخاطب الناس بها، فلذلك انا اتحدث معك يعني دوافع وراء هذا الامر. اصل الموضوع ما فيهوش جدال، يعني ما فيهوش لا موضوع ان احنا نكلم العامه لازم تعرف دينها. نعم. فموضوع ان انا اطلقت المبادره ديت نتيجه لزياده اعداد الطلاق بصوره غير. استاذه منى؟ استاذه منى؟ ايوه معاك يا فندم. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. معاك. نتيجه لزياده الطلاق بنسبه غير عاديه، ونتيجه لان في رجاله طبيعي عايزه تتجوز ثاني، يعني لانه تكوين الرجل بطبيعته بيعدد الزوجات. نعم. فايه المانع ان احنا ننشر هذا الموضوع، وخصوصا ان في بنات كتير دلوقتي نسبه العنوسة عاليه، نسبه الطلاق عاليه، الستات والبنات دول بيروحوا فين يعني؟ دول هيروحوا فين؟ وفي نفس الوقت في رجاله عندها المقدره انها تتجوز تاني او عايزه تتجوز تاني، وفي وطبيعه وتكوين الراجل بطبيعته معدد الزوجات. فايه المانع ان احنا نطلق هذه المبادره وان احنا نعممها؟ وعلى فكره كل يعني دول كتير جدا عربيه عندها الموضوع ده شيء عادي جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. حتى لو كنت حضرتك متابع هتلاقي في واحده لسه زوجه سعوديه عامله احتفال لزوجها عشان خاطر اتجوز الثانيه والكلام ده، والموضوع ده عادي يعني. نعم. الموضوع في كل حته عادي، بس احنا مع الاسف. طيب استاذه منى خليكي معايا، انا معايا ايضا استاذه عبير سليمان باحثه في شؤون المراه. استاذه عبير اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا استاذنا. استاذه عبير، يعني انا عايز تعليق منك اولا على يعني المبادره التي اطلقتها الاستاذه منى ابو شنب حول تعدد الزوجات، ورايك في الكلام اللي هي قالته دلوقتي. هي موجوده معانا على الخط طبعا. المبادرات العار اللي بتحرض الرجاله على كراهيه النساء والتنكيل بيهم، واسمها مبادرات كده النساء، انا سميتها مبادرات كده النساء، اللي شايفه الست ادنى، والحقيقه فيها مغازله جنسيه للراجل بشكل صريح. غير كده ان احنا حناول الامر دوت لشيخ الازهر الجليل في كلمته الرائعه اللي لفض فوه يعني لما ختمها مسك. وانا بطالب من المؤسسات المعنيه ومؤسسات المراه ومؤسسات الدوله ان 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 تحاسب كل من يقوم بهذه المبادرات وهو ليس اهل علم، ليس اهل دين، لان الله سبحانه وتعالى عادل. واذا كان حد هيطلق هذه المبادره او يشيع هذه الفاحشه والكراهيه بين الناس لابد ان يكون عالم دين. لا بس او شيخ هي او شيخ استاذ عبير، يعني النص القرآني أيوة. بيقول ايه؟ نعم. فربنا عدل، ربنا قال وان خفتم الا تعدلوا فواحده، وشيخ الازهر المحترم قال الاصل واحده. فبعد انا حصل جدال بيني وبين استاذه منى قبل كده على الهواء، قالت لي لا الاصل مش واحده، ولكن شيخ الازهر المحترم الجليل فضيله الشيخ الامام الطيب اقر. وحضرتك لو عملت ريسيرش او رجعت للازهر، مؤسسه الازهر الكريم، قال الاصل واحده. اذا يعني اذا هنا لو احنا حتى ما دخلناش الشرع وسبناه لاصحاب والناس اللي بتفهم فيه، مش العامة والعشوائيين. طيب. اللي بيحطوا الناس عبير على يعني الكراهيه وخراب البيوت. يا استاذ عبير، يعني حضرتك ترفضي الامر ويبقى كل شويه نقول تعدد الزوجات كم في الميه؟ استاذ عبير، تعدد الزوجات في مصر. استاذ عبير حضرتك ترفضي المبادره. هاخد رد من الاستاذه منى ابو شنب. واستاذه منى موجوده معانا. استاذه عبير بتصف هذه المبادرات او هذه نوعيه المبادرات بانها مبادرات العار، ويمكن حضرتك سمعتي كل اللي قالته، عايز تعليق من حضرتك.
استاذه منى؟ استاذه منى؟ طيب الخط قطع عند الاستاذه منى، اكمل مع الاستاذه عبير سليمان. استاذه عبير، مع يعني الموضوع ده خد جدل كبير، الاسباب الرفض عند حضرتك ايه بشكل واضح؟ هل وتقولي ايه للمراه اللي هي قابله الموضوع او المراه اللي هي رافضاه؟ ليه ما ناخدش الموضوع انها حريه، اللي عايز يقبل الموضوع يقبله واللي عايز يرفضه يرفضه. بتشيع ليه بتدعو؟ انت ليه بتدعو؟ ما تسيب كل واحد حر وهو اللي هيتحاسب عند ربنا. لكن انا لما يجي راجل يقول لي انا هتجوز على مراتي، انا هدعوه ان هو يراجع الامر ده، لان هو اللي هيتضر مش الست بس، الاسره والطفل. احنا بننادي بالمصلحه الفضله للطفل وللاسره. يعني ايه كيان يتم هلهله الراجل فيه يبقى زوج واحده واثنين وثلاثه بتجميل الصوره وهي مش حقيقي؟ مش حقيقي. طيب كده استاذه عبير، استاذه منى، لو فرضنا مره ثانيه استاذه منى اربعه والخامس راجل، طيب متفقين هما الاربعه والخامس ان هما يعملوا بيت. استاذه منى رجعت لنا بس علشان يكون الحوار متكافئ. استاذه منى، الاستاذه عبير يمكن وصفت رفض المبادره وتصفها بانها مبادره عار وتقول ان هذه المبادرات لا فائده منها. فصل الثاني. طيب الخط فصل ثاني مع الاستاذه منى، تقريبا واضح ان عندها مشكله في الاتصال. اتفضلي يا استاذه عبير استكملي حديثك. انا بقول لحضرتك لو في خمسه متفقين ان هم يتجوزوا جواز جماعي، واحد راجل واربعه اربع ستات، انا شيخ حاجه اقول لهم انتوا اللي انتوا فيه ده حرام؟ وانا مالي؟ انا ماليش دعوه، الخمسه راضيين بده، انا مالي؟ لكن انا على المستوى التوعوي لا طبعا ارفض تكرار الزواج بواحده. اساسا الراجل راح خد الست دي من راجل وست محترمين، قال لها انا هنيكي، انا هكون امين عليكي، مش حبيتك معيطه. من حقها انها تشعر بالامان تحت كنف هذا الرجل، ولا تشعر. طب انا اسال حضرتك سؤال يا استاذ عبير، المرحليه دي مساله استاذ عبير. هسال حضرتك سؤال بشكل واضح، متى تقبلين انت كاستاذ عبير ولو جات لك او جالك احد الرجال ايه الحاجات اللي حطها قدامك كده هتقولي له اوكي ممكن تقدر تتجوز واحده ثانيه؟ وليس لي، انا لا اقبل بتعدد الزوجات على الاطلاق في مهما كانت الظروف، ليس لي سلطه في ده. لكن انا في العموم لا اقبل، زي ما بقبلش في تعدد الانجاب او في كثره الانجاب، ما هي نفس القصه، زي ما بقبلش في الزواج المبكر. ما هو الزواج المبكر حلال، بيقولوا لك ان هو حلال، انا رفضها رفض بات، والقانون عندنا بيجرمه. طب القانون بيجرم حرام ولا خلاص احنا عرفنا ان في مصلحه فضله للفتاه ويحصل فيه انفجار في الرحم ويحصل فيه ولاده مبكره موت 70%، فبالتالي الدين بتاعنا بيقول لا ضرر ولا ضرار، فبالتالي احنا بنولي مصلحه الانسان الانسانيه. الناس بتعاني بازمات اقتصاديه، والصيدليات بتعاني من بيع المقويات الجنسيه، فاحنا فين والطرح ده فين؟ احنا بنهزر بنهرج يعني؟ اما الراجل يبقى طالع عينه عشان يوفر لقمه العيش لعياله ومراته، نصلح العلاقه بينه وبين مراته.